ومن الأخبار اللي دائما نسعد في طرحها في سيدتي هي إنجازات المرأة السعودية، وآخر هذه الإنجازات كان مع صاحبة السمو الملكي الأميرة لميا بنت مارد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمين عام مؤسسة الوليد الإنسانية، واللي حصلت على جائزة الشخصية العربية الأكثر تأثيرا في مجال الأعمال الخيرية التنموية، وطبعا تم تكريمها في مقر جامعة الدول العربية. مبروك طبعا لسمو الأميرة، ومبروك لينا إحنا كسيدات اللي دائما نفتخر بسيدات السعودية اللي دائما يحرصوا أنهم يقدموا كل ما يستطيعوا لخدمة الإنسانية، فهذه الجائزة جدا عظيمة وشرف لينا أكيد طبعا.